بدأت العديد من الدول في تخفيف قيود العزل والإغلاق والعودة تدريجيا لنمط الحياة الطبيعي، ورغم أن معظم الناس سيسعدون بالعودة إلا أنها تثير المخاوف لدى الكثير، كالعودة للعمل بعد انعزال عن العالم دام لأسابيع وقد تكون أشهر في غرف مليئة بالأشخاص، طبعا التعامل معهم مباشرة والتعرض إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا هو الهاجس. فما هي أفضل طريقة للتعامل مع هذه الظروف؟ للمزيد ينضم إلينا من الكويت الدكتور سليمان الخضاري، استشاري الطب النفسي. أهلا بك دكتور، صباح الخير. يمكن في هذه الأوضاع يعني بس بقول نعيما حالق، ما في حلاقين. اسكت اسكت، أنا أعتقد أني أنا راح يكون عندي مهنة الحلاقة بالإضافة للطب النفسي بعد هذه الأسبوع. هذه هواية جديدة. تعلم مهارات جديدة يا دكتور. ما إذا صار عندي رهاب العودة للعمل عندي مهنة جديدة بتديها بعد الكورونا. طيب يعني دكتور، يمكن الاختلاط في هذه الأوقات تكون ما بين الإهمال التام للإصابة بالفيروس وما بين الخوف لدرجة الوسواس، كيفية التعامل في هذا الوقت وتجنب الرهاب؟ أول شيء أصبح عليكم أصدقائي الأعزاء عادل ومروة، وأتمنى لكم إن شاء الله السلامة، وهذه الفترة يعني تنقضي علينا بسرعة ونعود إلى أجواءنا الاعتيادية. الله يحفظكم إن شاء الله. يعني رهاب العودة إلى العمل بعد الأزمات هو من الأشياء الشائعة بعد الكوارث الطبيعية، سواء الحروب، سواء الأوبئة، الزلازل، كل أنواع الكوارث الطبيعية اللي ممكن تعصف المجتمعات وتعطل روتين الحياة لفترات طويلة. وممكن أن الموضوع هذا يصل في نسبته إلى ما لا يقل عن 20 إلى 30% من قوة العمل في أي مجتمع ما تعصف فيه الكوارث الطبيعية. وهذا الشيء طبعا ممكن يؤثر على أشياء كثيرة لها علاقة بالإنتاجية والعودة بمعدلات العمل والإنتاج إلى سابق عهده، وهذا له أسباب كثيرة وعوامل كثيرة ممكن تؤدي إليه. طيب هل من خطة تدريجية كما هي الحكومات فتحت كل شيء تدريجي في بعض الحكومات، الإنسان هل يجب عليه اتخاذ خطوات تدريجية للعودة إلى الحياة الطبيعية، وإلا أنه يدخل إلى العمل وإلى الحياة كأن شيئا لم يكن؟ أول شيء عادل خلنا نقول منو الناس اللي ممكن يكونون معرضين لهذه الأزمة أكثر من غيرهم. إحنا قاعد نتكلم عن أول شيء الناس اللي عندهم قبل هذه الأزمة استعداد عالي للقلق والتوتر، فالناس اللي كان عندهم تشخيصات لاضطرابات القلق، خصوصا اضطراب القلق العام، اضطراب رهاب ما بعد الصدمة، اضطراب الاكتئاب، هم يعني على أو معرضين بشكل أعلى أن يصير عندهم هذا الاضطراب أكثر من غيرهم. هذا من جهة. جهة ثانية، الناس اللي تعرضوا لضغوطات معينة أكثر من غيرهم في ظل هذه الأزمة، من ضمنهم الجماعة اللي في الخطوط الأمامية، الناس اللي طلب منهم القيام بأدوار أكثر من الأدوار الاعتيادية لهم أو اللي متعودين عليها قبل هذه الفترة، بالإضافة للناس اللي مش متعودين أن يأخذون إجازات طويلة. تخيل الناس اللي مش متعودين أن يأخذون إجازات طويلة وتعودوا على الروتين بعيدا عن العودة أو بعيدا عن أجواء العمل، راح تكون عملية العودة للعمل بالنسبة لهم أصعب من غيرهم. بالإضافة إلى الناس اللي قد يكونون صارت لهم ظروف صحية بسبب هذه الأزمة، يعني الشخص اللي مثلا قد يكون أصيب بالكورونا أو عنده واحد من أقاربه من الدرجة الأولى من أصيب بالكورونا وتأثرت حياته بشكل كبير. طيب هذا قد يكون مفهوم دكتور، لكن يعني مثلا الآن احنا في دبي فتحوا عندنا المولات، ولكن جزء كبير من الناس اللي يعرفهم ما فيهم شيء ولكن يتخوفون حتى في الذهاب الى المجمع، او يتخوف حتى من الذهاب الى مكان ما، وبالتالي جالس في بيته رغم أنه ما في حظر.
حاسه ان كلامك عليا لسه يعني. من قبل شويه بقول له يا دكتور لا لا لا، هو كلامي علي انا لانه قاعد يحرني، قاعد يتكلم عن المولات وفتحه والمولات، ويدري ان الكويت الوضع عندنا لا زال في كل شيء، لكن ان شاء الله خير. لكن شوف الازمه هذه كان اداه الدفاع الاساسيه اللي ركزنا عليها في الجانب الاعلامي والجانب الصحي هي عمليه التباعد الاجتماعي. صحيح. وبالاضافه لكون هذا الاضطراب هو اضطراب مستجد او يعني يسمونه فيروس الكورونا المستجد، لا زالت هنالك الكثير من المعلومات غير المتاحه فيما يتعلق بهذا الفيروس، من ضمنها المعلومات اللي قاعد تتوارد بخصوص احتمال الإصابة مرة ثانية بعد ما تكون مصاب مرة أولى. فهنالك الكثير من الأشياء اللي ما هي معروفة بخصوص هذا الاضطراب أو عفوا هذا الفيروس، اللي تخلي الكثير من الناس تتخذ إجراءات قد تكون وسواسية في سبيل الحماية نفسها والابتعاد عن هذا عن هذا الفيروس، وأنها تجلب هذا الفيروس. طيب يعني دكتوري، قد ينتج هذه السلوكيات التي تتحدث عنها سلوكيات جديدة نتجت عن هذه العزلة الطويلة في بلدان كانت لأشهر ليست لأسابيع، يعني لو تحدثنا عن مؤشرات الخطر التي تنبهنا لارتفاع احتمال الإصابة بهذا الاضطراب. أول شيء يعني أنا ماني متحيز ضد السيدات، لكن السيدات معدلات الخطر عندهم الإصابة بهذا الاضطرابات القلق والرهاب ما بعد عالية في كل الله يعينكم الله يعينكم فيما يتعلق بالقلق والتوتر، أنتم يعني خطركم أعلى. الأطفال والمراهقين، كبار السن أو الناس اللي عندهم مشاكل صحية، هذول كلهم، والناس اللي كان عندهم رهاب ما بعد الصدمة سابقا، هذه كلها عوامل تزيد من نسبة الإصابة باضطراب رهاب ما بعد الصدمة، وأحد أشكاله اضطراب رهاب العودة للعمل بعد هذه الأزمة. أتمنى إن شاء الله الصحة والسلامة للجميع، وأن تنقضي هذه الأيام بسرعة ونعود إلى حياتنا الطبيعية ونضحك حتى على تلك المواقف. عادل لازم تصور لي بدبي مول هالأيام. حاضر حاضر، عيوني المركبة. تسلم يا دكتور، يعطيك العافية. دكتور سليمان الخضاري، استشاري الطب النفسي، كنت معنا من الكويت.